أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفا العزيز القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. يسعدنا في الحلقة أن نشارك معكم من بعض الرسائل التي وردتنا، رسائل كثيرة، وهذه الرسالة من ألمانيا. بسم الله، خالق هذا الكون ورب الكائنات، إلى برنامج أسئلة عن الإيمان أشكركم من صميم قلبي على رسائلكم وكتبكم الرائعة، وأهديكم كلمات معطرة بعطر الزهور الربيعية، وأشكر كل إنسان ساهم في هذا البرنامج الرائع ليكون شمعة تنير قلب الظلام. أعزائي، أشكر الله الذي وضعكم في طريقي لكي توضحوا لي حقائق كانت غائبة عني سنوات طويلة. لا شك أن كل إنسان في حاجة ماسة إلى الله، ومن دونه فلا قيمة لحياته. قبل أيام قرأت في إحدى الكتب التي أرسلتموها لي شيئا رائعا لن أنساه، وهو أن في قلب كل إنسان فراغ له شكل الله لا يملأه إلا هو. نعم، هذه العبارة تؤكد أننا دوما في حاجة ماسة إلى الله. صدقت يا أخت. كثيرا ما أفكر في نفسي كيف كنت الساذجة وعشت سنوات من عمري وأنا أصدق أكاذيب لا أساس لها. نعم، طوال كل تلك السنوات كنت أصلي وأصوم وأدعو الله وأرتدي الحجاب، ولكني دائما كنت أشعر بأن الله بعيد عني، وكأن صلواتي ودعائي لم تكن تتجاوز سقف بيتي فترتطم به وتعود إليه. ولكن منذ أن شغلت عقلي أصبحت أشعر كم أن الله قريب مني، وصرت أشعر أنه يسمعني فعلا. أعزائي، إن المشكلة عند المسلمين هو أنهم يعملون حسب المثل القائل: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. فلو أن أي مسلم تجرأ ولو مرة واحدة في حياته وفكر واستمع لكانت النتيجة كالتي تشاهدونها أمامكم الآن. فالحقيقة هي كالشمس الساطعة، وأن أي إنسان فيه ذرة من العقل لو قرأ عن السيد المسيح وتعاليمه ووصاياه لا شك أنه سيتأثر بها، ولن يتمكن أن يبتعد حرفا، ينتقد حرفا منها. نعم، لقد وجدت كل ما كانت نفسي تتوق له من صلة شخصية بالله وضمان للحياة الأبدية، والأعظم من كل ذلك حب الله للإنسان. مبارك اسم الله. إن الإسلام يفتقر إلى كل تلك الأشياء الهامة والأساسية. والمصيبة الكبرى هي أن الذين تحاول أن توصل إليهم هذه الحقيقة يصدون آذانهم ويرفضون حتى الاستماع، مسلمين بأن النصارى كفرة ولا يجوز الاستماع إليهم، لكي لا يغويهم الشيطان، ويحرمون أنفسهم من كل تلك الأشياء الجميلة التي ذكرتها سابقا. أعرف أن الله وضعكم في طريقي لكي تأخذوني إليه، وأشكره على ذلك، ولكني بحاجة إلى أن أعرف المزيد. فأنا طول حياتي لم أسمع شيئا عن المسيحية إلا من الإسلام، ومعلوماتي غير كافية. لقد زرت كنيسة قريبة من بيتي قبل أيام، وفوجئت بمعاملتهم الطيبة، فهم لم يسألوني من أكون، ولم يسألوني عن سبب زيارتي، بل دعوني لأحضر معهم قداسا كانوا يقيمونه، رغم أنه كان معي أطفال صغار، فلم يزعجهم ذلك، رغم أنهم كانوا يلعبون ويصرخون. بالرغم من أني لم أفهم الكثير ولم أعرف ما هو ذلك القداس، إلا أني شعرت بفرحة كثيرة. بارك اسم الله. أعزائي، أكون شاكرة لكم أن تواصلتم معي عبر رسائلكم الجميلة وكتبكم القيمة، ولن أنسى فضلكم، وليوفقكم الله في مسيرتكم لتأخذوا بيد المزيد من الناس وتعرفوهم طريق الخلاص. شكرا يا أخت جيلان. نحن نصلي من أجلك ونشكر الله من أجلك، ونصلي أن الكثيرين يعرفون الحق. آمين. في هذا البرنامج سنتكلم عن إعجاز القرآن، وسنتكلم عن الأخطاء التاريخية، لأنه جاءنا سؤال من أحد المشاهدين يسأل: هل هناك اتفاق بين الكتاب المقدس
والقرآن من جهة تاريخ الأحداث التي وردت في كل منهما ومدى مطابقتها على ما يقوله علماء التاريخ والآثار؟ سؤال مهم جدا للغاية الحقيقة، لأن الملاحظ اللي يقرأ الكتاب المقدس واللي يقرأ القرآن يجد هناك اختلافات في الأحداث التاريخية. فالسؤال الذي أوحى بهذا الكتاب وأوحى بهذا الكتاب المفروض كما يعتقدون، كيف يخطئ في الأحداث التاريخية؟ فهنا بصورة وهناك بصورة. مثلا بخصوص السيدة العذراء مريم، بخصوص العذراء مريم في سورة التحريم آية 12 يقول: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم ابنة عمران. وفي سورة مريم آية 27 و28 فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أخت هارون يبقى بنت عمران وأخت هارون، ده القرآن بيذكر هكذا والكتاب المقدس وسجلات التاريخ المدني بتوضح أن مريم العذراء أم المسيح ابنة يواقيم، والواقع أن عمران ومش عمران هو والد هارون، كانت له بنت اسمها مريم برضو وكانت نبية لكنها ليست أم المسيح. في سفر الخروج أصحاح 15 وعدد 20 وسفر أخبار الأيام الأول أصحاح 6 وعدد 3 موجود في هذا الكلام، وكان الكلام ده سنة 1500 قبل الميلاد. مريم ابنة عمران اللي هي أخت هارون تزوجت من رجل يدعى حور وأنجبت ناداب وأبيهو، ده التاريخ بيقول كده. فكيف يخلط القرآن بينها وبين مريم العذراء أم المسيح والفرق بينهم 1500 سنة؟ فهناك تفاوت زمني كثير بين الاثنتين. مريم ليست ابنة عمران وليست أخت موسى وهارون. دي حاجة ودي حاجة. فهل ربنا بيغلط؟ يغلط الغلطة دي. دي علامة استفهام بنحطها قدام المشاهد وقدام علماء الإسلام علشان خاطر يفتونا في هذا الأمر. هل لك أن تشارك معنا عن ولادة المسيح من واقع الإنجيل والقرآن أيضا؟ وهل هناك اختلاف بين الروايتين؟ بالتأكيد بالتأكيد. يعني مثلا في سورة مريم آية 22 إلى 26 تقول: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها اللي هو المسيح: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، يعني نهر، دي كلمة أعجمية زي ما عرفنا امبارح. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية بلح، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خد بالك الكلام ده مختلف تماما عما جاء عن ولادة المسيح في إنجيل لوقا. يقول في لوقا إنجيل لوقا إصحاح 2 من آية 1-7: وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، فذهب الجميع ليكتتب كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها وقمطته وأضجعته في المزود
إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. فبيلاحظ في الحتة دي بقى، يلاحظ أن هناك فرق كبير بين الروايتين. الواقع أن القرآن مزج بين مريم أم المسيح وبين هاجر امرأة إبراهيم وأم إسماعيل، فالتي ذهبت إلى البرية هي مريم أم إسماعيل، والملاك وراها نهر مريم أم إسماعيل، أما مريم العذراء فولدت المسيح في بيت لحم، في بيت لحم، والتاريخ بيشهد. النهاردة روح بيت لحم هتشوف المزود مش في البرية، ده في مدينة داوود في بيت لحم. نعم. إذن في تساؤلات كتير قوي. يعني تساؤل كبير من ناحية هزي لك بجذع النخلة. نعم. إزاي؟ وليجوز أن الله أعطاها منحها قوة كيف تهز الشجرة. ما هو يعني ده سؤال بيفرض نفسه. يعني واحدة لسه وضعة ومعروف أن الوضع مؤلم، فأجاها المخاض، يعني تألم، ازاي يقولها هز النخلة؟ طب ما من باب اولى كان يهزها لها هو، خلي الوقع الشجر يقع. تقول لي لا، ما لازم تقوم بدور برضه. الله، طب وهي قامت بدور ايه في النهر سرية عشان خاطر يجي لها نهر سرية؟ طب ما اللي فحت لها النهر ممكن ينزل لها. الله يريد ذلك لان الله لا يصنع خطأ. ايوه، ربنا عايز كده بقى. أو ده اللي احنا بنخدش فيه بقى. ربنا عايز كده، هي كده عشان ربنا عايز كده. شوف سيدي، انا اسف جدا، بتاسف يعني، لان انا نسيت سورة المائدة آية 101 اللي بتقول ايه؟ لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسيئكم. فلا اجابة للتساؤلات اكتر من ذلك. هي كده، الله عايز كده، ربنا عايز كده، الله أعلم. وتبقى عقولنا حائرة وكأن الدين طلاسم والغاز لا تحل. ومع ذلك أعود أسأل تساؤلاتي، كيف يقول لها المسيح من تحتها كلي واشربي، ولما تشوف حد تقول له أنا صايمة وإن نظرت لله صوما، يعني بيعلمها الكذب؟ كلي واشربي وقري عينا، حاشا لله. وبعدين لما تشوفي حد انا صايم، شغلانه عايزه تفكير ولا لا؟ لابد من الامر، في الامر شيئا تعجز عقولنا عن ادراكه. فنريد من علمائنا الافاضل ان يفسروا لنا كل هذه الاختلافات، يقولوا لنا ايه الموضوع. تساؤلات صعبه، ولكن ربما المقصود الصوم عن الكلام فقط. الكلام فقط. عندك حق، ولكني أراه غير صحيح. ليه بقى؟ فالصوم لم يرد في أي شريعة من الشرائع المعمول بها أنه صوم عن الكلام ومش صوم عن الطعام. صح؟ وعلاوة على كده، إزاي تقول أن أنا مش نظرت أن أنا ما اتكلمش وهي لسه قايلة دلوقتي الكلام؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وقال لها هزي لك بجذع النخلة تسقط. طب ما كانت بتتكلم، واخد بالك؟ ما اتظبطتش قوي يعني بحسب تصوري. وفي الواقع هذا شيء محير. دعنا تصوري. ننتقل الى امثله اخرى. هل لديك امثله اخرى مشابهه في التاريخ يعني؟ نعم، عندنا مشكلة. يعني انا اركز على موضوع التسلسل التاريخي ايضا. احنا اتكلمنا عن العذراء ونسبها في التاريخ وولادة المسيح وحقيقته التاريخية. نعم. نأتي أيضا إلى شيء غريب جدا. فرعون بيقول القرآن في سورة القصص آية 8 وآية 38 أن كان له وزير اسمه هامان، وهنا وضع الغرابة. يعني مثلا في سورة القصص يقول لك أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال فرعون يا أيها الملأ ما عملت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين
فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى الاله موسى واني لاظنه من الكاذبين. همان وزير فرعون، في حين ان الكتاب المقدس بيورينا ان همان ما هوش وزير فرعون، كان وزير لأحشاويرش الملك، ملك فارس اللي كان اسمه زاروكسيس، وكان موجود سنة 486 قبل الميلاد. اسم هامان، هامان ما يقول لك ماله، اسم هامان ده اسم إله العيلاميين، يعني اسم فارسي. فرعون كان في مصر سنة 1490 وهامان 486، أي يعني قبلها بحوالي 1000 سنة. صح؟ نعم. التساؤل، السؤال اللي بيفرض نفسه، هل يستطيع الوحي أن يخطئ وربنا مش عارف إن هامان ده وزير أحشاويرش في فارس ويقوله إنه ده كان وزير فرعون في مصر؟ نحن نعلم أن الله معصوم الخطأ، لكن ألا يمكن أن هناك ذا تشابه أسماء، لربما يوجد أكثر من هامان؟ ممكن، يعني العقل ممكن يقول كده، نعم بالمنطق، بالمنطق يقول كده، لكن هناك أصول هامان في أصولها اللغوية وبنيتها اللغوية لا تنتمي إلى مصر الفرعونية على الإطلاق. فمن الناحية اللغوية هذه كلمة فارسية، اسم هامان لم يوجد في مصر، ده اسم إله، إله في إيران، في فارس، فإزاي سموا وزير باسم إله بلد غريبة؟ كانت العادة موجودة في أرض مصر كلها أنهم يسموا الناس بأسماء آلهة مصرية. أمون حتب، أمون راع، أتون راع، إلى آخره. فرع إله وأمون إله، فكل الأسماء منسوبة إلى الآلهة المصرية. إزاي يأتي واحد ينسب إلى آلهة غريبة؟ ده يقتلوه. جاسوس. هل لديك أي أمثلة أخرى أم هذه فقط هي؟ لا بالتأكيد. فيه. ده هامان وفرعون. ده في مثل بقى صارخ بقى. مش ممكن، مش ممكن أن ربنا الحقيقي أن هو يعمل حاجات دي. في الموضوع إن يعني في أغلاط كتيرة مش لا يقبلها. يعني مثلا زي السامري اللي عمل العجل لموسى لشعب موسى في البريه، في سوره طه يقول كده ايه 85 ل 88، قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. يبقى السامري، كلمة السامري دي غير معروفة في هذا التاريخ اطلاقا. لماذا؟ موسى عاش سنة 1500 ميلادية، قبل الميلاد قصدي، قبل الميلاد، قبل الميلاد، نعم. وكلمة سامري منسوبة إلى مدينة السامرة، ومدينة السامرة كانت بعد زمن موسى بسبع قرون، أنشئت بعد زمن موسى بسبع قرون، يعني بنيت سنة 880 قبل الميلاد بحسب التاريخ. قبل الميلاد. ولم يكن هناك شعب يدعى السامريين. إذن كيف وجد هذا السامري في زمن موسى؟ كيف وجد في زمن موسى؟ كيف وجد؟ مش ممكن ربنا يغلط أبدا. لكن محمد جاء بعد المسيح بسبع قرون، والحكاية يعني فيها إنه، فيها إنه، واحنا مش عايزين نقول ايه لان احنا منتظرين راي حضرات الافاضل علماء الاسلام يفسروا لنا الاوضاع. لعلنا نشهد على شاشات التلفزه العربيه توضيحات منطقيه لهذه التساؤلات، لربما
أمين. نريد أمين. أن نسمع وياريت يقولنا هنا في الاستوديو نتناقش مع بعض. أنا ليا سنة عمال أدعوهم إلى مناقشة في الاستوديو ولا جالناش جواب حتى من واحد يقول أنا مستعد آجي علشان خاطر نتناقش في هذه الأمور. بلاش يجوا يتكلموا في شاشات التلفزيون على رأيك. هم يتكلمون دلوقتي ويتهمونك بأنك من دواعي صهيونية والسي آي إي وإلى آخره. أنا أحد الأشخاص قرأت مقالات وهذه المقالات سمعتها لكن لم أسمع. شوف ده هروب. نعم هروب من الدراسة الموضوعية إلى الاتهامات الشخصية وده أسلوب قديم وأسطوانة مشروخة وأخنى عليها الظهر بكلكله فما عادش لها وضع النهاردة في التفاهمات المنطقية. طيب هل لديك أي شيء آخر تريد أن تزيله؟ بالتأكيد يا عزيز الفاضل في حكاية تانية كمان تضارب في القرآن نفسه بقى. يعني احنا كبنا التضارب دلوقتي بين القرآن وبين العهد الكتاب المقدس. نعم. ومش ممكن ربنا يغلط في الاثنين. في بقى في القرآن ذاته تضارب داخلي. يا ساتر. ازاي بقى؟ بخصوص فرعون مات ولا ما ماتش؟ غرق ولا ما غرقش؟ صورة تقول انه غرق وصورة تقول انه لم يغرق. تعال نشوف سورة القصص آية 38 إلى 40 بتقول إيه؟ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم يعني رمناهم في البحر فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. العاقبة موت. نعم. غرق. نبذناهم في اليم. دي سورة القصص. تعال بقى لسورة يونس آية 90 إلى 92 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون لحقهم يعني وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق أدركه الغرق. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك. الله. فنبذناهم في اليم ودي عاقبة الظالمين وبعدين هنا نجيناك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. غرق ولا ما غرقش؟ القول اليقين في الكتاب المقدس لأنه بيتفق مع التاريخ المدني من غرق فرعون موسى في تاريخ الفراعنة. فرعون موسى غرق في البحر. وفي سفر المزامير 136 آية 15 وسفر خروج إصحاح 14 28 يقول لك إيه ودفع فرعون وقوته في بحر سوف ويقول لك لم يبقى منهم ولا واحد مش نجيناه ببدنه. ومش ممكن الله يغير كلامه بعد ما يقول الواقعة وتثبت تاريخيا يجي حد تاني يقول نجيناه. وهذا يتنافى تماما مع ما ذكر في الإنجيل في الكتاب المقدس. نعم. يبقى في علامة استفهام كبيرة قد الاستوديو ده. علامة استفهام كبيرة. نعم. ايه اللي بيحصل؟ هل ده وحي من الله والله ممكن ان هو يغير نفسه؟ تناقضات واختلافات كثيرة. مشكلة. ازاي احباء المسلمين بيقروا الكلام ده من غير ما يفهموا ويتساءلوا ازاي؟ وفي هذا الصدد سألنا احد المشاهدين وقال سمعت انه انا المطلوب مني هو ان افتح للمسيح فيدخل قلبي ولكن قلبي مليء في الخطايا فهل يقبلني وكيف يتم هذا؟ ده سؤال جوهري مهم قوي
والحقيقة أنا بشكر ربنا أن في ناس مشتغلين بالناحية الروحية مش مجرد الناحية التنظيرية والمشاكل اللاهوتية، لكن في ناس مهتمين بحياة روحية. مهما كانت خطايانا كالقرمز تبيض كالثلج، حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي، لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أمين. أعزائي المشاهدين، قال السيد المسيح: أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي آتي إليه. تمام. والله الآن يقرع على باب قلبك. أمين. لأنه يقول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمها الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا، وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. أعزائي المشاهدين، مشيئة الله أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ويقول أيضا: أتيت كيما تكون لكم حياة ويكون لكم أفضل. ويقول أيضا: محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. آمين. شكرا لكم واللقاء في حلقة أخرى. آمين. شكرا. شكرا.